كانت فكرة حلوة أنه تسليط الضوء على الجندي المجهول اللي هو الشاعر الغنائي اللي هو لولا لم تكن أغنية. يعني اليوم راح نحكي عن مسيرتي الفنية اللي عمرها 35 سنة، النجوم اللي تعاملت معها، الملحنين اللي تعاملت معهم، المشاكل اللي حدثت أثناء هذا العمل، الطرائف اللي حدثت. قامات وطنية نعتز بها ونفتخر بها. من هذه القامات الأستاذ صفوح شغالة، هذا الشاعر الجميل الرائع ذو الحس المرهف والأنيق الذي نفتخر به، والذي خرج خارج الحدود السورية باتجاه العالم العربي وباتجاه العالمي وحقق حضور لسوريا تفتخر به سوريا وتعتز به سوريا. الهدف الرئيسي هو تسليط الضوء على كتاب الأغنية السورية، هذه الشريحة الحقيقة التي لم تأخذ حقها، يعني سواء المعنوي أو حتى المادي، وتركيز على أيضا قامة سورية استطاعت أن تخترق يعني جدار المحلية إلى العربية. برأي يمكن الموهبة، العمق، الثقافة الشعبية الكبيرة اللي هو بيمتلكها، ثقافته الكبيرة بقصة الشعر بشكل عام، يعني شعر العربي بكل أطيافه، يعني الموزون والمقفى والفصيح والشعبي وكله يعني يمكن عملته لهذا الكائن الشعري الجميل على مستوى الأغنية في العالم العربي الشاعر حلب صفوح شغالي.